أحبائي المشاهدين، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج سلام في العاصفة. مبسوطين ان احنا نتقابل معاكم حوالين كلمة الرب اللي زي ما بيقول عنها الكتاب هي دواء لكل الجسد. بشجعك انه في كل مرة تتقابل معانا تفتح الكتاب ونصلي وتتمسك بالوعود اللي الرب بيديها لك، لان الرب صادق جدا في كل كلمة بيقولها، مش هيهدى ومش هيسكت لحد ما يتمم الأمر اللي وعدك بيه. رسالة اليوم لينا النهاردة هتكون رسالة جميلة مشجعة كالعادة من سفر أيوب وأصحاح 36. هقرأ معاك آية بسيطة وياريت تحفظها معايا. بيقول في أصحاح 36 وعدد 21، بيقول: وأيضا يقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، ويملأ مؤونة مائدتك دهنا. النصيحة الجميلة دي بيقولها واحد اسمه أليهو، كان صديق مخلص لأيوب اللي عدى بأمور صعبة جدا. لو حبينا نجمعها كلها في كلمة واحدة هنقول هي الضيق. قبل ما اتكلم عن ازاي تنتصر على الضيق، عايز اقولك انه مش اي ضيق يحصل في حياتي ارحب بيه، يعني لازم أبقى مميز كويس أو عارف الضيق اللي أنا بمر بيه ده أرحب بيه وأصلي وأخد نصر عليه، ولا في حاجات تانية لازم أبقى فاهمها. أول حاجة عايزة أقولها إنه أحياناً في ضيقات بتحصل بسبب أخطائنا إحنا الشخصية. كمثال إنه لو في طالب مش بيذاكر، الشيء الطبيعي إنه مش هينجح وهيمر بضيقة من الفشل نتيجة خطأه. أو لو في سواق مثلا بيسوق عربية وبيسكر وبيطلع يسوق 100% هيعمل حادثة وهيتسبب في إيذاء نفسه. دي الضيقات اللي بسبب أخطائنا إحنا الشخصية، مش دي الضيقات اللي الكتاب بيشجعنا إن إحنا ننتصر عليها. لكن لو دي ضيقات بسبب أخطائك، لازم تنتبه لأخطائك في المرة اللي جاية. النوع الثاني من الضيق بيكون ضيق إبليس عدونا هو السبب فيه، بمعنى إنه ممكن يهيج عليك ناس حواليك، ممكن تبقى فيه مكائد مثلا، ممكن يبقى فيه تعيير من العدو. وهديك أمثلة من الكتاب تقرب لك المعنى اللي أنا بقصده. لو تفتكر معايا في سفر إستير، السفر الجميل اللي كلنا بنحبه، الشعب عدى بضيقة شديدة جدا، محدش أنقذهم منها إلا الرب وحده، مستخدم أدوات بسيطة زي ما تكلمنا قبل كده للصلاة من أجل إنقاذ شعبه. الملك حط زي أمر ملكي إن الشعب كله هيباد في وقت معين بدون سبب، بسبب شكاية شخص شرير. والنتيجة اللي حصدها الشعب هي إنقاذ إلهي غير معتاد. يعني في ضيقات بسبب أخطائنا، في ضيقات بسبب أخطاء أو ضيقات من الناس حوالينا، في ضيقات نوع ثالث. الضيقات دي بتكون من الرب، وما تستعجبش، لأن الرب صحيح حنان ورحيم وعادل في كل طرقه، وعنده مخارج وعنده تعزيات وأمين، ولا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، لكن أحيانا بيسمح للضيق. وهقول لك الأسباب، بعض الأسباب اللي الرب بيسمح بيها للضيق. هقول لك مثلا أو أفكرك ملك مشهور قوي في العهد القديم اسمه حزقية، تلاقي القصة بتاعته موجودة في سفر أشعياء في ثلاث إصحاحات 36 و37 و38. لو عندك وقت بعد البرنامج اقرأ الإصحاحات دي على بعض، هتتشجع جدا. ملك ده كان ملك عمل المستقيم في عيني الرب، صنع نهضة جميلة جدا. أكتر من كده يقول إن كان في حياته أمانة، وكل ما كان يخرج كان بينجح. لكن حصلت حاجة صعبة في حياته مش هقولك عليها، هرجع لها انت في سفر أشعياء. الأزمة اللي عدى بيها بيقول صلوة كده ثلاث كلمات احفظها، بيقوله: يا رب قد تضايقت جدا
برغم انه ملك وناجح وصنع نهضة، لكن حصل في حياته انه اجتاز ضيق. يعني مش كل حياتنا هتمشي على وتيرة مريحة ما فيهاش تحديات. رب نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق، يعني في ضيقات الرب سامح بيها، وفي ضيقات الرب بيقصد بحكمته العالية جدا ان احنا نجتاز فيها الوقت، واحيانا مش وقت قصير. يعني لما ترجع لسفر التثنية هتلاقي الرب بيقول للشعب قد ضيق عليك من قبل الرب، يستخدم أدوات لكن بسماح من الرب. يقول في تثنية 7:8 أذلك وأجاعك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. يعني الضيقة اللي بسماح من الرب بتكون لأجل مقاصد إلهية أعلى بكتير من تفكيرك. عشان كده النهاردة الرب بيسمعك الرسالة دي وبيقولك ما تستعجلش لما تعدي في ظروف صعبة مستمرة لفترة إنك تقول ده بسبب كذا أو ده بسبب كذا أو ده بسبب كذا، لكن الأصح إني أهدى وأطمئن أمام الرب وهو يكشف ليا. أكمل كلامي معاك وأقولك إنه مش بس حزقية في العهد القديم مر بضيقة، لا ده بولس وهو بيخدم، وبولس كلنا عارفين قد إيه شخصية متميزة مستخدمة من الرب، إناء يحمل اسمه أمام مولاه وملوك زي ما قال. بيقول في رسالة من رسائله، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الأول، بيقول ثم لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا بسبب الضيقة التي أصابتنا. إيه يا بولس نوعية الضيقة التي أصابتك؟ بيقول ضيقة شديدة جدا حتى أننا تثقلنا فوق الطاقة. طب ربنا الرحيم راح فين في الحتة دي؟ يظل الرب بحبه وبحنانه وبالروح القدس المعزي يحيط بنا في الضيقة. هتقول طب انت عرفتي كده ازاي؟ اقولك نفس الشخص بولس اللي بيقول تثقلنا فوق الطاقة يجي في موقف تاني او في موضع تاني من الرسائل يقول يا جماعة ما تتضايقوش من الضيقات، ده احنا بنفتخر في الضيقات. يا ازاي نفتخر في الضيقات؟ قال لان الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية. هتلاقي الآية دي موجودة في رسالة روميا أصحاح 5. يعني بمعنى تاني ان لما بتكون في ضيقة من الرب وبستحملها وبتعامل معها صح، زي ما هنقول بعد شوية هتعامل مع الضيقات الصح ازاي، الضيق ده هيشكل في شخصيتك بعد جديد ما كانش موجود قبل الضيقة. هأكد لك على الكلام اللي انا بقوله حالا. تفتكر في شخص تاني عدى بضيقة كانت بسبب أخطائه؟ صحيح كانت بسبب أخطائه، بسبب إن هو بيعاند وبيهرب من وجه الرب. أكيد جه على بالك على طول هو مين؟ هو يونان. يونان بسبب أخطائه وهروبه وعدم الرغبة في طاعة كلام الله اختار لنفسه طريق أسهل، لكن الرب ما سابوش، لأن زي ما احنا كلنا عارفين إن الرب إلهنا إله الفرصة التانية. يعني إذا سمح الرب إن أنت تعدي بضيقة علشان يشكل إناءك أو يظبط حاجة فيك أو يبني إيمانك حتى، افرح. وده مش مستحيل، لأنه بيقول يعقوب الرسول في رسالته أصحاح 1 بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حين تقعون في تجارب. وتجارب معناها امتحانات، ومن ضمن أنواع الامتحانات المتنوعة اللي الرب بيشكل بيها أوانينا أحياناً الضيقات. يونان دخل في ضيقة لكن كان في مفتاح طلع بيه من الضيقة. هناخد فاصل قصير ونرجع مع بعض تاني نكمل موضوع الحلقة. قبل الفاصل كنت بتكلم معاك وبقولك انه في ضيقات الرب بيسمح بيها من اجل
تشكيل قوانينا من أجل التنقية، لأن كل غصن رب يسوع نفسه قال كل غصن فيا يأتي بثمر ونقيه ليأتي بثمر أكثر. عشان كده بقول لك مش بسرعة تستعجل وتقول أنا مش عايز الضغوط دي، أو أنا مش عايز الضيقات دي، أو ليه بالرغم أن أنا مستقيم مع الرب ليه الرب بيسمح لي أني أعدي بضيقات. ما تستعجلش أن تقول كده، لأنه ممكن يكون الرب بينقلك من مرحلة لمرحلة. أقول لك يعني إيه؟ يعني من ضمن البركات أو الدروس المهمة في وقت الضيقات أن هي بتكون محطة للنمو الروحي، محطة بتكبر فيها في إيمانك، محطة بتنطلق فيها في توقعاتك من الرب، محطة أنت بتشوف فيها إزاي وسط العواصف الرب بيملاك بفرح. أكمل معاك نقطة مهمة جدا في موضوع إزاي أتعامل صح مع الضيقات، عشان ما تستثنيش نفسك أو تقول أنا ضيقاتي ما وردتش على حد خالص، اللي أنا بعدي فيه ده أصلاً ما حصلش مع أي حد. أقولك إن في وصية بسيطة برضو في رسالة يعقوب اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، بتقول إيه؟ بتقول أعلى أحد مشقات فليصلي. يعني معنى كده إنه مهما كان في مشقات أو تحديات صعبة أو غيوم بتعدي فيها، دي مش هتفقدك القدرة إن أنت تقدر تصلي. أقولك على مكانين في منتهى الغرابة، لما تسمع الشواهد بتاعتهم، الأشخاص اللي كانوا فيها في الأماكن دي قدروا يصلوا بالرغم من الضيق. المكان الأول مكان مشهور كلنا عارفينه، وأغرب مكان اتصلى فيه يونان في بطن الحوت. طبعا يمكن أنت عارف القصة دي وفاهم أنه الرب ضغط عليه وهو في بطن الحوت، قال من ضيقي دعوت الرب. وأجمل ما في القصة أنك في نهاية الصلوة بتاعته تلاقي يونان بيسبح، ومتهيألي كان بيهتف بصوت عالي كده أو بيصرخ، ما هو جوه الحوت ما فيش مشكلة مش هيتكسف يعني، وبيقول للرب الخلاص. يعني بيقول الرب ينقذ، الرب يقدر يبعت منفذ، وهو جوه الحوت وما شافش حاجة. يعني النهاردة أنت اللي بتسمعني، لو أنت حاسس أنك عصيت الرب وكسرت وصيته في حاجة، وأنت في مرحلة حاسس أن يمكن الرب بيأدبني أو كما يبدو أنه حاجب وجهه عني، ما تتضايقش، أنت تقدر ترفع صلاة، لأن هو الرب اللي بيقول ادعوني في يوم الضيق. عارف أنه ممكن نعدي بيوم ضيق، ومهما كان المكان اللي أنت فيه. قبل ما انسى اقول لك المكان التاني الغريب اللي فيه شخصية صلت فيه، أرمية تقرأ الكلمة دي في مراسي أرمية أصحاح 2، بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول دعوت الرب من الجب السفلي. وحقيقي أرمية اترمى في جب. عارف جب أرمية ما كانش جب أسود زي بتاع دانيال، ده جب أرمية ده ما وردش خالص، ده جب مليان وحل. فتخيل شخص مستقيم جدا بينفذ وصية الرب وعايش بأمانة وطاعة وإخلاص وصدق، والنتيجة اللي حصدها بسبب مكايد الناس اللي حوالين وبيتكلم الصدق اترمى في جب، والجب ده وحل. بس أرمية قدر يصرخ للرب ويقول دعوت الرب من الجب السفلي. أؤكد لك على حاجة مهمة قوي، إن في يوم الضيق اللي بتدعو فيه الرب، الجب أو الحوت أو المزلة زي ما كان الشعب وبيصرخ، ورب يقول سمعت صراخ شعبي نزلت لأنقذهم، اليوم ده ودن الرب بتبقى قريبة عليك جدا، يقول نزلت لأنقذهم. خلينا نوصل لأساسيات مهمة جدا في موضوع الضيق. أول حاجة تعملها في وقت ما تكون فعلا الضيقات بتحصرك، ادعو الرب ببساطة جدا زي ما داود بيقول، أو زي ما الرب قال لداود بعبارة أدق، ادعوني في يوم الضيق أنقذك. الرب مش هيقف يتفرج عليك. دي نمرة واحد، عايز تصرخ تصرخ، عايز تبكي تبكي، عايز تصلي تصلي، عايز تقعد هادي قدام الرب اقعد، بس ارفع قلبك للرب.
الحاجة التانية اللي عايزة أقولك عليها وخليك دايما فاكرها، إن الرب إلهك في كل ضيقك يتضايق، لأنك ابنه، لأنك سلمت حياتك ليه، لأنك أخذت حياة جديدة وولادة جديدة. هو كمان أبوك اللي في كل ضيقك بيتضايق، وبأكد لك كمان أنه يرسل زي ما بيقول وملاك حضرته هو ينجيهم بمحبته ورأفته، هو حملهم ورفعهم. يعني الرب مش هيشيلك في الضيقة بس، ده كمان هيرفعك. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة اللي عايزة أأكد لك عليها، إنه ليك رئيس كهنة اسمه يسوع، أنت ابن، ليك رئيس كهنة يرثي لضعفاتك. في عبرانيين 4 بيقول إن ضعفاتنا لما بتيجي علينا ضيقة وبنتزمر أو نشتكي أو نبكي، ضعفاتنا بتلمس قلب الرب من جوه، يلمس بضعفاتنا. تألم مجربا في كل شيء، يقدر أن يعين المجربين. الحاجة الرابعة اللي هقولها لك ما تنساهمش، تدعي الرب وتثق إن هو متضايق معاك، وإن ليك شفيع ووسيط عند الله الآب يسوع المسيح، هو يعرف يعينك بطريقته. الحاجة الرابعة اللي أنا عايزة أقولك عليها وما تنساهاش أبدا، إن الرب عنده في الضيقات ذخائر، يعني كنوز، يعني أمور غالية جدا جدا جدا، هيعرف يطلعها لك وسط الظروف الصعبة. فكرك بآية جميلة الرب قالها في سفر أشعياء، بيقول أعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ. يعني الضيقات اللي بسماح من الرب، اللي تكون ميزت كويس قوي إن الضيقة دي من الرب، ثق إنك هتطلع منها بمكاسب، مش هتطلع منهار، مش هتطلع بلا قوة، مش هتطلع فاقد ثقتك واتكالك على الرب. عارف ليه؟ لأن الرب زي ما بيقول دنوت، هو بيقول عن نفسه دنوت يوم دعوتك، ده أرميا بيقوله كده، يا رب لما ناديت عليك من الجب انت قربت عليا جدا جدا، دنوت يوم دعوتك. النهارده الرب عايز يشجعك جدا، الرب عايز يقولك تشدد، تشجع، اللي اكتست في المياه انا معك. ان كانت الضيقه بتاعتك مياه شكلها الميه ما بيخضش، لكن لو هتمشي فيها بتخض فعلا. ان كنت هتجتاز في اللهيب، الضيقه بتاعتك زي اللهيب، افكار مؤلمه جدا جدا ليك، او مكايد تكاد تحرقك من الناس، إن كنت في اللهيب لا يحرقك، لو كان في نار حواليك لا تلدغ. إلهك صانعك يذكر زي ما بيقول كده في المزامير، يذكر أننا تراب جبلته نحن. يعني مش هيزود عليك أيام الضيق يوم واحد. الرب عارف احتمالك، والرب عارف مسيرك زي ما بيقول في القفر العظيم، والرب عارف ان الضيقات اللي انت بتعدي بيها جبت اخرك. عشان كده اطمئن ان الرب هيوجد ليك منفذ، وعنده مخارج كتيرة جدا. عايزة قبل ما نختم الحلقة ارجوك، لو انت بتعدي بظروف واوقات مش مفهومة في حياتك، ما تستسلمش وتقول نشكر ربنا على كل حال، لكن الشكر جميل وحلو، لكن تعال معايا النهاردة نيجي بالتضاع قدام الرب، طالبين وجهه وطالبين مشورة منه، وطالبين نقول له يا رب فهمني، لو في أمور يا رب أنت سامح بعنايتك أني أعدي بيها كلمني، لو في أمور من العدو ضدي أنا هقف بكل شجاعة وأقول للضيق زي ما أنت قلت لأمواج البحر أسكت وإبكم. نفسي قبل ما نختم الحلقة تتحد معايا في الصلاة، وثق إن الرب إلهك مش محتاج سنين عشان يفرج ضيقات قلبك. الرب في لحظات بسيطة زي ما بيقول داود، بيقول يا رب أنت ستر لي
يعمل غطى عليك. من الضيق تحفظني، من الضيق تحفظني، من الضيق تحفظني. ده اللي قاله داود، أنت ستر لي. لأن الرب يبقى عامل زي ستارة، زي بيقول كده، مش عامل زي ده، هو بيقول كده في أشعياء، إنه ستارة من السيل ومخبأ من الريح وظل صخرة عظيمة في الأرض التعبانة. الرب مستنيك النهاردة تقول له زي ما قال له داود، احفظني تحت ظل جناحيك، بنو البشر تحت ظل جناحيك يحتمون ويبتهجون أيضا. ارفع قلبك معايا، ثق إن أبوك السماوي سامع صلاتك. يا رب أنا بشكرك لأنك عن كل واحد منا لست بعيدا. مكتوب عنك يا رب إن عيناك تجولان في كل الأرض لتتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوك. يا رب بصلي لكل نفس خائرة في الطريق، لكل نفس يا رب تألمت من ضيقات بأنواع كثيرة جدا، سواء يا رب بضيقات من أجلك، لأنك أنت اللي قلت ما أضيق الباب وأقرب الطريق يا رب، القليلين الذين يجدونه. في ناس مخلصة معاك يا رب وبتمر بضيقات، يا رب أنا بصلي من أجل تعضيد بالروح القدس، رفعة وتشجيع لكل نفس بتتألم بسبب أمانتها وإخلاصها ورغبتها في تبعية صادقة لشخصك. بصلي من أجل تعضيد بالروح القدس، بصلي يا رب من أجل أن ترفعنا جميعا على أجنحة النسور. يا رب بصلي من أجل أي نفس بتمر في ضيقات بسبب أخطائها الشخصية، إنك تحررها يا رب من الشعور بالذنب، وتديها تقدر تسامح نفسها، وتعطي شفاء يا رب وجمال عوض عن الرماد. وأي ضيقات يا رب العدو بيهيجها علينا، نعلن إيماننا وثقتنا إنه لا تقوم ولا تكون أي ضيقات العدو بيوجهها لينا. نشكرك لأننا نجد نعمة ورحمة وعونا اليوم في حينه. نعم يا رب أثق إنك تعطي عونا 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 في حينه لناس كتير يا رب بتصلي وبتطلب من كل قلبها الآن. أشكرك لأنك تعطي بحسب غناك فوق كل شيء، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. آمين. نشكر الرب من أجل رحب لا حصر فيه. الرب هياخد بإيدك في يوم جديد، في مرحلة جديدة، ويوسع خطواتك لتستريح. مستنيين نسمع منك، اكتب لنا على الإيميل اللي موجود على الشاشة. لو محتاج حد يصلي معاك وانت بتعدي في ضيقة، في نمرة تليفون، تشجع وكلمنا. نشوفك الحلقة الجاية. ربنا معاك.